بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد. قبل أن آتيكم إلى هنا سألني أحد الإخوان وأنا في طريقي إلى هذا المكان على أن ابنته تدرس في السنة التاسعة في الإعداد، فغلبها النوم فاستيقظت متأخرة، ولعلم الوالد بأن ابنته صارت متأخرة عن الدراسة قام باصطحابها إلى المؤسسة ليعتذر وليحصل على ورقة الدخول، وكذاك فعل. سبحان لما رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، حتى مشكلة. صدقة تصدق بها الله على هذه الفتاة، لكن عقدها الأستاذ. رجل التربية، اسمحوا لي الأساتذة، رجل التربية قال لها بوقاحة شديدة: فين كنت مقصرة هالليلة قدام باه؟ فين كنت مقصرة؟ يتهم الفتاة عندها 14 سنة بأنها باتت خارج بيتها في مكان دنس فيه شرفها. رجل التربية قال الوالد: فهممت أن أرد عليه ليس بالكلمات ولكن باللكمات، فتذكرت أنه رجل تربية فذكرت قوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين. قال: فحاولت أن أنسى، فإن عرضي قد خدش وأنا أسمع، ولئن تحملت أنا الصدمة فإن ابنتي لم تتحمل، وكرهت الدراسة، وكرهت هذا الأستاذ، وكرهت أن تلتقي به، وكرهت أن يكون مربيا أو دارسا أو معلما أو أستاذا يربيها ويدرسها. كيف يمكن لهذا الرجل وهو يتهمها في عرضها بوقاحة أن يكون أستاذا لها؟ تستأمنه على تلقي العلم منه والأدب؟ قال لي: واش غادي يمشي ندير؟ انا راه يقول لي الراس نولي له. قلت له: لا، علاش تولي له؟ قال لي: ولكن البنت ما بغاتش تمشي تقرا. قلت له: لا، خصها تمشي تقرا، ما تديهاش فيه. تصبر. فاجابت البنت الاستاذ وقالت له، باين من اللي سكت، جاوبت البنية، قالت له: أنت تتحدث في واد وأنا الذي يشغلني لمدة طويلة حاجة واحدة اللي راه تشغلني بزاف. كانت عندي الوالدة ديالي هي أعز ما أملك في الحياة، أخذها ربي، هذا هو اللي شغلني أنا. ثم تتحدث عن أمر فظيع: أبعد أن فقدت والدتي وأنا في هذا السن، ورأيت كيف انتشر الله والدتي وأعز الناس إلي من بين يدي، أبقي لي أن أفكر في هذه السن بعد أن فقدت الحنان وفقدت الحضن الدافئ؟ بقي لي أن أفكر فيما ترميني به أيها الرجل؟ لكن كنت أنتظر هذا الكلام من أي إنسان إلا منك، انت رجل تعليم. قال الوالد: فلما سمعت هاته الكلمات المنسابة على لسانها وقد أنطقها الله الحكمة، قلت: الحمد لله، فقد ثبت الله البنت فنطقت بأحسن ما كنت أريد أن أرد عليه. لذلك غادي نقول للأستاذ الله يجزيه بخير،
أنت يا أيها الأستاذ، أنت رجل تربية قبل أن تكون رجل تعليم، أنت القدوة، أنت لقيت للولد كي يخرج ولا البنت من الدار نتاعه، لقد ترك القدوة المربي في البيت وجاء إليك فأنت المربي الثاني. بل إن الأوقات التي يقضيها أولادنا عندكم أطول من الأوقات التي يقضيها أبناؤنا معنا، فنحن نسلمكم فلذات أكبادنا ونستأمنكم عليهم. وتقول لهم هكذا كون غير ماشي متحجبة ومدينة، لو غير كانت شي وحدة، يا سبحان الله، يعني يا سبحان الله، ما الذي تقصده؟ ما الذي تقصده؟ فأنت رجل تربية وموقعك هذا يرفعك عن السفاسف وينزهك عن مثل هذا التصرف، فاتق الله، وإن لم تستحي فاصنع ما شئت، واعلم أنك قد خلفت جرحا عميقا في يتيمة فقدت أمها أعز الناس عندها وهي الوحيدة في بيتها، وجرحت والدها، وكان بالإمكان أن يكون التصرف مغايرة، لكن تداركنا الموقف وقلنا سلوا الله له التوبة وإلا فاتركوه لرب العزة. فنسأل الله تعالى أن يتوب عليه، وإن كان المولى يعلم أنه لا يتوب ويستمر في هذا النوع وهذه الطريقة من التعامل مع الضعاف، فنكله إلى من له القدرة على أن ينتقم للضعاف. فدعوة المظلوم اليتيم، اليتيم يرفعها الله فوق الغمام، فلا تجازف بمستقبلك في الدنيا والآخرة. وصلى الله على حبيبنا، وأرجو أن تصل هذه الكلمة إلى هذا الأستاذ، فهذه الكلمة مقصودة في العيون.